إبراهيم، حدثني عن البطولات. أنت مشارك في بطولات وبطولات عالم، شلون قدرت تاخذ المركز الأول في البطولة العالمية؟ شنو كانت استعداداتك؟ حدثني عن الفرحة اللي صارت لك بعد ما حققت هذه البطولة. طبعاً تعرف البطولات اللي لعبت بها أنا، يعني بطولات عرب، بطل عرب، بطل آسيا، بطل شرق الأوسط، الحمد لله شكرا ذني عندي، يعني دائماً أول عندي، كل سنة ألعب بها أخذ أول. فوصلت مرحلة بطولات عالم، بطولات عالم اللي قامت في بولندا. تعرف بطولة عالم أنا أول مرة ألعب بطولة عالم، وهي على كانت على حسابنا الخاص، وبعدها الحمد لله والشكر قدر الجهات المعنية قدمتنا بالمبلغ اللي صرفناه. بس تعرف أنت بطولات عالم أول مرة لاعب عراقي شارك بطولة عالم، خاصة أحكي لك عن نفسي أنا، عندي صعوبات مرت علي، يعني تعرف مثلا الفيزا شنجول صعبة تحصلها لأوروبا، يعني إحنا تقريبا ظلينا فترة طويلة إلا حصلنا، يعني آخر شيء قبل يوم أو يومين من السفر قالوا ما راح تحصلوا، والحمد لله بالأخير حصلناها. فكان الصعوبات تعرف تتدرب وتعيد وتتدرب، ويا ريت بس تكون تحصل فيزا، ويوم واحد يقول لك تحصلها، يوم واحد يقول لك ما تحصلها، لكن الحمد لله والشكر حصلناها. تعرف الأجواء بطولات العالم صعبة، يعني أنا تعرف أول مرة لعب بطولات عالم، تعرف كان أعدادي كلش مو قوي، يعني أنا دربت نفسي وحدي، مجال معسكر كان ما عدنا، هواي هواي صعوبات مريت بيها، لكن الحمد لله تعرف الغيرة العراقية. طبعا أنا كان طموحي أن أصير بطل العالم، الحمد لله وشكر حققت مركز الأول بطولات العالم ببولندا سنة 2021، يعني شعور ما ينوصف. تعرف أنا بطل شرق الأوسط، بطل عرب، بطل آسيا، كان منيتي أن ألعب بطولات عالم وحقق مركز أول، والحمد لله وشكر حققته.